الجهاد ما يخص ضمان الحرية ديال سيدنا الله ينصره. وهناك بوادر، والبارح في مزور رفعنا ديسبوزيتيف دو سيكوريتي ديسبيل، البارح ترفع ديسبوزيتيف ديال بوليس اللي كاين حضور الأمني اللي كان في الساحة محمد السادس. هذو إشارات، هذو إشارات عميقة من نوع لأنه التقطها كل واحد باش يمكن لنا من كتلتقط ويكون جواب فسنكتف من جواب آخر، نصعدوا هذو درجات ديزيتاج ديزيسكالي درجة بدرجة. الثقة والأمن مرتبطين وكيمشيو درجة مور درجة إلى أن نصل فعلا لأجواء عادية اللي يمكن كل واحد فعلا يمارس حرياته العامة ومطالبه بطريقة حضارية مؤسساتية، وكذلك الدولة تمارس ما لها من اختصاصات في تثبيت الأمن وتفعيل ديناميكية التنمية.